عمرو الليثي يحقق في قضية السطو المسلح على أحد محلات المجوهرات في حي الهرم. نزلوا على المكان، بدأوا يطلقوا علينا المكان. تشكيل عصابي مسلح. ورحنا قصرنا المحل زي ما هو قال من الحال، بس معنا واحد يطخ بالنار. يسطو على أحد محلات المجوهرات مستخدما الأسلحة الآلية. اديني بندقية كرتوش عشان امسكها مسكة. كيف قامت العصابة بعملية السطو وكيف تم تنفيذ العملية؟ لا ماشي أول مرة أمشي بالطريق ده ماشي. وكيف ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجناة؟ ماذا قال المتهمون في اعترافاتهم؟ تفاصيل مثيرة ومعلومات خطيرة عن عملية السطو المسلح على أحد محلات المجوهرات بالهرم. لو رفضت في الأول ليه بعدين إبادة؟ شيطان يا باشا. رسالة واضحة بنقولها أن الجريمة لا تفيد. وضوح الليلة العاشرة مساء على الحياة.